يلي سميتي بنتك صباحي، حبك يا عيوني هنايم او صاحي، حطي يا قلبي سلاحك عسلاحي، خلينا نفجر ونكيد الكون. اول يلي سميتي بنتك منتهى حبها يا امي خطبي لياها، عمري يا عمري ناقص بلا، تسلم لعيونا وقلب الحنون. او مصر يا الله استنى استنى، لك ما في معنى ما في معنى سلاح صورة نطلع سلاح مين؟ ايه ده قلت سلاح؟ استنى استنى، لك ما في معنى سلاح صورة نطلع سلاح شلون؟ ايش ايش بك يا زلمه؟ ما بتحاط اطلع تعال حرص رخصة. انت ضحكت زين ما ضحكت لا يا شغلة ضرورية. ايش هي؟ هيك ما مبين كمان. لا مبين. ايش عم تسوي هون؟ انت الثابت. لولا خمس لولا انا بدأت هذا بأسئلة واحدة. لولا في شغلة شغلة؟ شغلة. مين انتوا يا هون؟ ايش عم تعملوا هون؟ اخفي. مين انت؟ الزعزوع. مين زعزوع؟ فيو لا 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 حسو لا حسو. لك انتو مجانين هون؟ لا نحن من هون؟ نحن مجانين فيو لا محمد. شو عم تساوي هون انتو يا شلون فتر هون؟ نحن نستغل عندك نحن تم. شو عم تساوي هون؟ السلام عليكم. شلون فتر هون؟ يعني نحن لا انت زعيم؟ أنا الزعيم. زعيم أنت؟ إيه الزعيم. مين حسون؟ رفيق. أنا أصلا مجانين، شلون فتوا لهون أنت وياه؟ من الباب، شوف 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 العصفور، لك أنا عصفور، كل هذا عصفور، أضحك. أنت أضحك يا جماعة، كل اللي شوف العصفور تدي. أنا حسون. مين حسون؟ رفيق هذا حسون. يا عيني على المجانين، شلون فتوا لهون؟ من الباب. من مين فتح لكم؟ هيدا تاتاتو. لا نحن ما لنا فرع بالبنين، نحن مرابينكم من لما خلصنا عليكم. لا شوف لما خلصنا عليكم. مرابينكم من لما خلصنا عليكم. رضيك شرف يعني ضابط يقول له لا نحن يعني انت هتقولها نحن ما اخلينا خلصنا عليكم. لا انت ضابط خلصت علينا يا زلمه. ايش بك؟ هاد زعيم العصابه مسكناه انا وحسون رفيق نحن ثاني. اي هذا هو زعيم العصابه. برافو عليكم شيلوه. لا علينا شو يا اخر شيء شاطوكم بشنتي لما سلمتوه؟ لحظة انت عم تسألني ما تقتلني. قل لي تكبسوا هاي بيجي زلمة بستلم منكم شنتي بيعطيكم مصاري كتير، بس نحن اذكياء. قلت له لحسون ايش قلت لك؟ خليني ما بعرف شيء. ايش هلا بدهم يفجرونا الي ولا لا لحسون؟ حسوا علينا بيفجهونا. فرجيني هات فرجي للضابط. انت بطالع وفرجيك قول يا لطيف يا لطيف. لك شو هاد؟ هيك عرفت؟ هيك اثنين ثلاثة. عبد الله بغير عمود. يلا يا زكي هدول مو بس بده يفجروكم الكل، هدول بده يفجروا سوق كامل، هدول بده يعملوا عملية إرهابية. ليش؟ دي عمدو؟ يعني هن ليش دايما ارهابيه ممكن تقول؟ يلا دي تاس صح لا حسون؟ ايه صح والله يا سيدي. يعني هلا شيطانونا ضحك داري خلص. اسمعوا انتوا وياه
لين عم بتجيبوا الطعم ولمين عم بتبيعوها؟ سمعت سيادة الرائد شاب، لين عم بتجيبوا البضاعة ولمين عم بتبيعوها؟ سمعت بس أنا ما بعرف فيه وما رح أحكي فيه. ما تحكي شيء؟ هلا بنشوف إذا بتحكي ولا لا. ماشي. حكى عنه. لين عم بتجيبوا البضاعة ولمين عم بتبيعوها؟ لا يعني انت حقيقي يا يعني شوف سيدي انا اذا بتشافني 100 شوفه اذا بتشافني 2000 3000 شوفه ما بعترف و ما حلوه كيف ما حلوه يا سيادة المساعد انا شافني 100 شوفه 1000 شوفه ما بعترف ما بقول ولا كلمه انا ما بعترف ما حلو ما حلو لك ما حلو رد 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 خلص تسألونا نخلص؟ يلا وقف حسبي الله ونعم الوكيل يا زلمه حسبي من الله ونعم الوكيل يا زلمه يا سلام الله يوفقه ويكتر من امثاله ويبعث له اولاد حلال من مثلي ومثل رفيقي حسون الله يسلمك يا رب الله يسلمك خلص قطع